به أنا يلي قتلته. عم تسمعني؟ أنا يلي قتلت ابنك يا غالي عشان أحرق لك قلبك مثل ما حرقت لي قلبي على أمي وأنا طفل صغير. لحظة في شغلة بدي لك عليها. ممكن تكون موتو صدفة؟ موتو مثلا ولا ممكن أنا اللي كون عملتها؟ ولا ممكن تكون قضاء وقدر؟ ما بعرف. شايف قديش أنا بشبهك يا غالب. دكتور دكتور يا جماعة ايه سعاد طمنيني كيف كل شي عندك؟ اوكي كتير منيح. ليكي ما تنسي تطبعي الوراق لحملة البريست كانسر. ايه اضبط يكونوا جاهزين قبل بوقت. لا ما بيأثر احكيني ساعة اللي بدك لو بالجبل مش مشكلة. اوكي باي. يلا نزل رجلك ما تخاف انا معك. ايه ما تخاف جينيور. دخلك انا. ستنا هيدا اسمه ويك اند لواحد يرتاح من الشغل ومن التعب. تفضلي. ويك اند وبلا ويك اند الشغل ما بيوقف. شاي مع الزنجبيل مثل ما انت بتحبي. ما حدا غيرك بفكر فيه يا سهيلة. اكيد بس هالمره جاد اللي ذكرني وقال لي لحتى زد لك ملعقه عسل كمان مثل ما بتحبيهم.